اي برنامج لسه ما تذاكره. صباح الخير لكل زملائي وزميلاتي داخل الاستوديو، يسعد صباحكم يا رب ويكون نهاركم كله خير وبركه. طبعا احنا اليوم راح ناخذكم جوله باحد الاسواق اللي موجوده ببغداد. مثل ما تعرفون كل مره تكون بجانب الكرخ او بجانب الرصافه، اليوم احنا بسوق حي العامل، راح ناخذكم جوله كالعاده، نشوف الاسعار شلونها، نشوف اجواء الناس شلونها، حركه الناس شلونها. فاكيد احنا راح نبدي. السلام عليكم، شلون صحتك؟ شلون صحتك حجي؟ الله يسلمك يا شمال. شلون نشوف وضع السوق؟ والله حاليا وضع السوق شويه تعبان، حركه الارتفاع الدولار. زين حركه الناس شلونها؟ والله ما مثل قبل. اي والله ضعيفه. بالضبط، بس انت هنا شنو اللي تبيع هنا؟ بس هاي الاشياء الكلينكس وهاي الامور؟ هذا الاشياء البسيطه، الكلينكس والاشياء المنزليه يعني. يعني هذا يهم ارتفع عن بالارتفاع الدولار؟ طبعا كل شيء ارتفع. اي زين شلون نشوف هالفتره احسن من ذيك الفتره بحركه الناس؟ لا قلت، قبل صعود الدولار كان حركه قويه والناس يعني يسوقون، هسه لا ضعيفه صار الشغل. ايوه شكرا لك. يا لبيك سلام الله يحييك. مثل ما تشوفون مشاهدينا انه هذا الشخص انه هم اكثر اغلب الناس انه يقولون تغيرت حركه الناس بسبب الارتفاع الدولار، اللي هذا الشيء احنا ما راح يعني ما راح نخلص من عنده، ويظل ارتفاع الاسعار مستمر والناس اكيد تعاني من هذا الشيء. فاكيد احنا بعد مستمرين وياكم مشاهدينا بجولتنا. السلام عليكم، شلون صحتك؟ تعال تفضل هنا، شو اخبارك؟ الحمد لله نعمه خير من الله. الله يسلمك. شلون نشوف السوق؟ والله السوق يعني زين، هو يوم زين يوم مو زين السوق، يوم اكو بي حركه يوم اكو يعني ماكو حركه، حسب الرواتب يعني حسب العالم يعني. اي اذا اكو رواتب يعني يصير سوق يصير حركه، اذا ماكو رواتب لا والله يعني. اي يعني هاي مشكله خصوصا الارتفاع الاسعار. ارتفاع الاسعار نعم صحيح، يعني الدولار الدولار قبل كان ب 120 هسه دولار ب 150 يعني، يعني البضاعه يعني قبل كانت الحاجه ب 3000 هسه صارت ب 5 وب 4 ونص، يعني مو نفس قبل. اي اي اكيد ما طول تتعلى الاسعار اكيد يتغير، واكو عالم يعني ما عندها يعني ما تقدر تسوق. المشكله هاي الله يساعد الفقير، هو ما حد واقع بها بس الفقير، فالله يساعده. شلون بده يشتري هالاشياء؟ هذا شيء كان يشتري الكيلو نقول بخمسه هسه صار بثمانيه. ليش احنا نساعدهم؟ احنا نساعدهم والله العظيم، يعني انا اعرف عالم يجون هنا اعطيهم، امانة الله ورسوله خطي يعني انقهر عليهم اعطيهم يعني. الله يرضى عليك ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله وشكرا. المحل ما تخصص بس بهاي الامور؟ اي يعني غذائيه وحلويات. وحلويات هاي من جبال الحلويات؟ من جميله، من الشورجه، من البياع. اي كل الاماكن يعني بيها. بالضبط. اي بالضبط. زين شو شوف شنو الاكثر شيء ارتفع الاسعار مالت الحلويات لو الغذائيه؟ والله فيناتن، لان فيناتن على الدولار يعني. نعم. اي يعني على الدولار فرق هواي يعني، كل حاجه 2000 دينار 1000 دينار. يعني الدولار يعني لعب بالعالم لعب يعني. اي والله اي مشكله هذا الشيء والله. الحمد لله والشكر. الله يرضى عليك، شكرا لك. الله والديك الله يخليك. مثل ما تشوفون مثل ما تشوفون مشاهدينا، هو اغلب الناس هي تعاني من نفس المشكله، هي ارتفاع الاسعار، وخصوصا اهل المحلات اللي هم دا يقولون يعني هذا ابسط شيء. هذا الشخص اللي دا يقول انه الاسعار كلش غاليه، هو مجرد حلويات وغذائيه، ودا يقول انه بعض الناس اذا اللي ما عندهم اني اساعدهم او اني يعني كاوقف وياهم، فهاي خطوه كلش حلوه. اتمنى من باقي المحلات اللي يكون عندهم شي محلات ويعرفون انه ناس دائما كانوا يسوقون من عندهم وكان الاسعار كلش قليله، انه هسه ما قدروا يسوقون يساعدهم حتى لو بشيء بسيط كلش. السلام عليكم، شلونك حجي؟ شلون صحتك؟ شلون نشوف حركة السوق؟ تعبانة. تعبانة. تعبانة، أنت شنو على هذا هاي أشياءك اللي تبيعها؟ تمام. مين تجيب هاي الأمور؟ من جميلة. من جميلة؟ إيه. حركة الناس شلونها؟ تعبانة. معاناة. معاناة. معاناة والدولة يعني ساكتة. رواتب ماكو. أي والله مشكلة. لا والله. الكويت. الكويت مو قاعدة تقاع؟ وانبنت هسه، هسه ايش عندهم هم؟ صغيرهم عنده راتب، وصغيرهم عنده سياره اخر موديل، احنا وين؟ هذا تقبلين عليه طفل يدفع عربانه؟ مثل ما تشوفون مشاهدينا انه هذا الشخص انه كلش يعني قلبه محترق ودا يحكي عن المعاناه اللي هو دا يعيشها كلش، فانا الحجيه. السلام عليكم حجيه. اهلا وسهلا حبيبتي، شلونك عيمي؟ الحمد لله، انت شلونك؟ والله على الله الحمد لله. مين؟ احنا زاكروس. ها؟
ها يا اهلا وسهلا حبيبتي. انت شنو انا جايه تسوقين لو عندك محل لو شنو؟ لا والله جايه اسوق يعني حبيبتي. اي والله. شلون تشوفين حركه الناس؟ والله حركه الناس يعني نص ونص، ناس عندها وناس ما عندها وناس، واحنا نريد اعمار هالبلد ونريد الله يوفقنا من فوق ويوفق امه محمد والاسلام، وان شاء الله بوجودكم احنا ايوه قدوه لعيونك ان شاء الله يا ربي. انه احنا شنو اكو فد شيء اسمه نتفائل بالخير، اذا نتفائل بالخير انه تجدوه. اي والله يا حبيبتي. كلش قد تجين تسوقين؟ والله بين يوم ويوم، كل يومين. كل يومين؟ اي. تجيني يعني وحدك؟ اجي بالعربانه هاي. والله الله يرضى عليك ويطول بعمرك ويعطيك صحه والعافيه. عمري الله يوفقك ويوفق الجميع. حبيبتي حجيه تسلمين. قد واروح لك. حفظك الله، خذي راحتك. اهلا حبيبتي. على الناس على الشعب على ترى ثلاث ارباع الشعب بقى شغل ماكو، الخريج عماله واللي بطاله هوايه. والله الله كريم، ارفعوا صوتكم يعني ان شاء الله يا رب يوصل صوتك صوت الشخص الاخ والاخ كلكم يوصل صوتكم. شكرا لك حجيه حبيبتي. الانتخاب الجديد ان شاء الله نشوف خير ان شاء الله يا رب ان شاء الله حبيبتي. والله طبعا مشاهدينا مثل ما تشوفون اكو بعض الناس صار كلش حلو انه يتفائلون بالخير، واكيد احنا لازم نتفائل بالخير حتى تجينا ايام حلوه وايام خير. فاحنا اذا نظل انه نقول ليش وليش 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 اكيد ما راح نتحرك، ويا رب نكون كلياتنا ايد واحده حتى نحرك العيشه اللي احنا عايشيها او نحرك الوضع اللي احنا بيه، ويا رب يتحول كل شيء للاحسن اكيد. واكيد وصلنا لنهايه جولتنا، مع السلامه.